مع تداعيات أزمة الغذاء العالمية، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا استثنائيا لوكلاء وزارات الزراعة في دول الخليج لبحث تلك التداعيات. اتفق المشاركون على ضرورة تكامل دول المجلس لمواجهة أي أخطار متوقعة في مجال توفير الأمن الغذائي، وضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للتقليل من آثار الأزمة. وزارة الزراعة السعودية كشفت أن الأزمة انعكست آثارها على أسعار العديد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها القمح والشعير والذرة. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني كشف في مقابلة مع الشرق في منتدى دافوس أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إمكانية شراء المواد الغذائية بشكل موحد، فيما شهدت الكويت تحركا حكوميا بتشكيل لجنة وزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وذكرت مصادر حكومية أن هناك خطة لرفع الاكتفاء الذاتي للكويت في عدد من السلع الغذائية بحلول عام 2025 وبنسب مختلفة. جمعية حماية المستهلك في السعودية رصدت ارتفاعا كبيرا في السلع الغذائية مقارنة بالعام الماضي. فاطمة فهد والتفاصيل. شهدت السعودية ودول خليجية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية بالتزامن مع أزمة الغذاء العالمية. رصدت جمعية حماية المستهلك في السعودية أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل من عام 2021، وقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022، وتوصلت الجمعية إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة من أصل 89، أي ما يعادل 89.9% من السلع، والتي ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي. أكبر الارتفاعات جاءت في سلع الزيوت والدهون بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 17%، فيما ارتفعت أسعار الخضار بأكثر من 16.5%. أما الحليب ومنتجات البيض فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 15%، فيما جاء ارتفاع اللحوم والدواجن بنحو 8% مقارنة بشهر إبريل من العام الماضي. جمعية حماية المستهلك في السعودية أكدت عبر بيان لها أن للمستهلك دور كبير في الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك عبر الحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاته. انضم إلينا وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة. مهندس أحمد، مساك الله بالخير، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. مساك الله بالله السرور، يا هلا أخوي خالد. اجتماع استثنائي وطارئ لدول الخليج في الرياض لمناقشة أزمة الغذاء العالمية، أزمة الإمدادات، باعتبار دول الخليج كذلك تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات. ما هي الخيارات والسيناريوهات التي تتعامل دول الخليج معها اليوم؟ بالضبط أخوي خالد، حدنا إيمانا منا بالمملكة العربية السعودية في برئاستها لهذه الدورة المجلس التعاون دول الخليج العربي، دعت إلى هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة وكيفية الحلول والوصول إلى أفضل السبل لمعالجة هذه الآثار والعمل وفق أسس واضحة، ويجتمع عليها دول المجلس للإمدادات وضمانة سلامة وسلاسل الإمداد للأمن الغذائي بجميع السلع التي تأثرت كثيرا في ظل هذه الأزمة. ولله الحمد الاجتماع ظهر بالعديد من التوصيات، والتي لأول مرة يسلط الضوء على آليات معينة نعول عليها كثيرا في أنها تكون تحول نوعي كبير في العمل التكاملي والتشاركي مع دول المجلس. فالحمد لله ظهرت توصية رئيسية أنه خلال أسبوعين قادمتين مبادرة من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج سالك، في على دعوة جميع الشركات الحكومية وشبه الحكومية والمملوكة للصناديق السيادية لمناقشة هذه التداعيات وكيفية العمل التشاركي والتكاملي. كما لا يخفى على الجميع والمتابعين للشأن الغذائي أن المملكة العربية السعودية ودول المجلس لديها قاعدة متينة وعريضة ضمن استراتيجياتها. جميع دول المجلس لها استراتيجيات واضحة، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي عملت على استراتيجية لوطنية الأمن الغذائي في عام 2017، وحددت جميع المواد الأساسية التي تتابعها الدولة. عندنا
مثلا في المملكه العربيه السعوديه اللجنه للامن الغذائي ولله الحمد رئاسه معالي وزير البيئه والمياه والزراعه تجتمع اسبوعيا وحضوريا في نفس الوقت ونتابع الاسعار، وفي حاله لا قدر الله في وجود اي حاجه لتدخلات فالدوله بجميع مساعيها ضامنه ان توفر الامداد الغذائي، ولله الحمد الان الوضع امن جدا. اتكلم عن المملكه العربيه السعوديه وكذلك على دول الخليج العربي. طيب. جميعنا اسمح جدا خليني انا الخص لك الوضع بشكل مبسط ليفهم المشاهد ماذا يحدث اليوم. دول الخليج استطاعت حتى الان ان تفلت من ازمه الغذاء او ان تتعامل معها بما لديها من امكانيات وقدرات وغير ذلك، من خلال المخزون، من خلال أيضا التعاقدات اللي حصلت في فترة ماضية مع كثير من الموردين. لكن ما يحدث اليوم وحسب تصريحات رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي الذي قال من أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي أو سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأن العالم سيصبح وكأنه جحيم، أنا أريد أن أستفسر في هذا الموضوع عن موقف المملكة العربية السعودية اليوم من خلال موزون الغذاء للسلع الأساسية القمح السكر وغيرها من المواد الغذائية. في حال استمرت هذه الأزمة وأثرت على سلاسل الإمدادات والتوريد، كيف سيكون التعامل مع هذه التطورات؟ بالضبط أخوي خالد، أنا أؤكد على أن المملكة العربية السعودية يعني تسعى دائما إلى العمل وفق استراتيجيات واضحة ومحددة، وبدأنا في الحوار بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قررت عام 2017 وأخذت جميع التوقعات والسيناريوهات الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ ونتعامل معها وفق ذلك. حلو. وأضرب لك أحد الأمثلة. إحنا في المملكة العربية السعودية من أهم السلع الرئيسية القمح، واللي الآن يتكلم عنها الجميع بأن هناك تأثر لبعض الدول العالم المتوردة من أوكرانيا بالنسبة للقمح. احنا في المملكة عندنا جزئين، جزء شراء محلي وجزء إنتاج مستورد. احنا في المملكة العربية السعودية الآن خلال الأربع أشهر القادمة سنستلم في المؤسسة العامة للحبوب أكثر من 800 ألف طن قمح من حجم الإنتاج الاستهلاك المحلي والمقدر ب 3.3 مليون طن، ويشكل حدود في 30% من الاستهلاك. هذه جزئية. الجزئية الثانية احنا في المؤسسة العامة للحبوب والزملاء في بس حتى نوضح 800,000 طن، هل كلها راح يستفاد بنا ولا في شيء يمكن نعمل على كيف نحدد مناشئ الاستيراد؟ حلو. ومن اهم الأمثلة، نحن نستورد من أوكرانيا من القمح فقط 7% فقط من استهلاكنا في المملكة العربية السعودية. ممتاز. ونستهلك كذلك ومن روسيا لا يتجاوز 9%. معنى ذلك أن نحن نقوم باستيراد السلع الرئيسية، نأخذ فيها جميع المناشئ من دول العالم، ونأخذ هذا في الحسبان ونرصد المخاطر قبل أن تقع. وهذا اللي سبب نجاحنا في العديد من الأزمات وآخرها أزمة كوفيد. أذكر أنا كانت مقابلة معي قبل سنتين أخوي خالد، كنت يعني تبارك لنا بنجاح صحيح. السعودية في أزمة صحيح. كوفيد على مستوى العالم أخذنا يعني مستويات متقدمة. هذا ما أتى إلا في ظل ذلك. لكن تقول هل في سيناريوهات أسوأ؟ هل في تدخلات ممكن تكون؟ حنا الآن نعمل وفق نرصد أسبوعيا مع الجهات الوزارات ذات العلاقة وش الممكن. إلى الآن ولله الحمد ما زلنا مستمرين في الرصد وعدم التدخلات الحكومي في أي قطاع من النشاطات. المستويات والمخزونات شو وضع السكر؟ طيب تعرف أنه الهند اليوم صرحت الهند في الذرة والصويا أنها تفكر في تتزايد من 3 إلى 4 أشهر ولله الحمد. كذلك التعاقدات مستمرة. عملت الدولة قد يكون جزءا منها لم يعلن، من ضمنها لتوفير القروض للمستوردين بدون فوائد بنكية، وبدأ تسمعني مهندس أحمد في الإقرار في ذلك. تسمعني مهندس أحمد؟ أسمعك. ممتاز. أنا كنت أسأل كمان عن وضع السكر، لأنه اليوم كان في خبر ملفت أنه الهند تفكر كذلك في إيقاف أو في حظر تصدير السكر. هذا كمان وش وضعه بالنسبة للسعودية وبالنسبة لدول الخليج؟
بضرب مثلا حظر السكر للهند او خلافه، وبجيب مثل مشابه لذلك اللي هو حظر الهند لتصدير القمح. أي. لكن الجميع من اللي يعملون في القطاع الغذائي يعلمون هالمعلومه، ليست بجديده. الهند لا تصدر الا تقريبا 6 مليون طن من انتاج 100 مليون طن، يعني نسبه التصدير 6 مليون طن لا تؤثر في حجم التجاره العالميه. وكذلك احنا في المملكه العربيه السعوديه لا نستورد من جمهوريه الهند في الوضع الحالي، لكن انا قصدي الوضع العالمي الان يتطلب تضافر الجهود الجميع وتضافر تعدد مناشئ الاستيراد وعدم التركيز على دول. احنا الان في الوزاره ضمن منظومه البيئه والمياه والزراعه، من السابق كنا يعني نرصد عدم تركز الاستيراد من اي بلد معين، بل نعمل على الاستيراد من جميع دول العالم. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العياد.